نتواجدوا اليوم في التراب ديال الجزنايا، والمناسبه هي تنظيم يومين دراسيين حول النموذج التنموي كموضوع عام خاض فيه ومازال كيخوضوا فيه الخبراء والسياسيين والمهتمين عموما في المغرب، كحاجة دعا ليها جلالة الملك في الخطاب ديالو، دعا إلى التفكير في نموذج تنموي ملائم ومناسب للمغرب. فهذا الشق الأول ديال الأهمية ديال اليومين الدراسيين. الشق الثاني أننا كجماعة بغينا أن نسقسيو الفاعلين ديالنا والمحيط ديالنا اللي كنتعاملوا معاه باش نعرفوا منهم شنو المطلوب وشنو الانتظارات ديالهم، اولا كسكينة، ثانيا كفاعلين اقتصاديين، ثم كفاعلين مدنيين من جهة، شنو الانتظارات ديالهم، ومن جهة اخرى واش هناك اقتراحات في مجال الاداء ديال الجماعة، خاصة ان هذه الجماعة هي موجهة طبيعة الحال للمستقبل وكتوقع عدة يعني أمور وعدة تطورات، وبالتالي شنو المطلوب باش نكونوا مندمجين مع هذا النموذج التنموي ديال بلادنا من جهة، ومن جهة أخرى ننميو الأداء ديالنا من خلال الإنصات لهاد الشركاء ومن خلال التفاعل مع المحيط ديال الجماعة. ولهذا الإطار استدعينا خبراء وأساتذة جامعيين باش يعملوا لنا تأطير ديال هذا اللقاء، وكذلك تأطير ديال عدة ورشات ديال الإنصات وديال استماع لهاد الفاعلين اللي تكلمت عليهم، وشكرا جزيلا.